السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا، والنهاردة ان شاء الله جايبة لكم الوصفة اللي كل البنات عايزاها وكل البنات بتدور عليها، وانا واحدة منهم كنت بدور عليها بصراحة، بس الحمد لله جبتها وجربتها وطلعت مفعولها رهيب جدا جدا، وهي لعجز نمو شعر الوجه نهائيا مع تفتيح رهيب لوجهك. هتخلي وجهك مفهوش ولا شعرايه، وهتخلي وجهك زي البدر بدون بقع، بدون اسمرار، بدون كلف، بدون اي حاجه. هتخلي بشرتك زي البدر المنور، مفهاش لا شعر ولا اسمرار نهائيا. هتخلي بشرتك صافيه جميله نضره ومن غير ولا شعرايه. والوصفه عن تجربتي الشخصيه، اهم حاجه ان احنا نعملها بالطريقه الصحيحه، وتركزي معايا في الفيديو كامل تركيزك، علشان اهم من الوصفه طريقه استخدامها علشان تجيب معاكي النتيجه اللي انت محتاجاها. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا حبيبه قلبي بالله عليكي ما تنسيش تعملي اللايك. اول حاجه يا حبيبه قلبي، معايا هنا بوله، تمام، والمكونات اللي معايا سهله جدا يا بنات ومتوفره في بيتك. انت مش هتجيبي حاجه من بره، انت هتلاقي كل اللي انا عايزاه هتلاقيه موجود عندك في البيت، بس اهم حاجه تركزي معايا في طريقه استخدام الوصفه، تمام. اول مكون معايا، وهو طبعا متوفر في كل بيت، وحتى لو هتشتريه من بره هتلاقيه رخيص جدا، وهو النشا او الكورن فلاور. النشا او الكورن فلاور او المايوزين. هناخد من النشا بتاعنا، ادي معلقه معلقتين بالشكل ده، تمام تمام اخدنا معلقتين من النشا او الكورن فلاور او المايوزين، تمام. والوصفه دي على فكره يا بنات مش بس للوجه، انت ممكن كمان تستخدميها للجسم، تمام. هناخد بالظبط بالظبط ربع معلقه من الشابه المطحونه، يعني شاب الفؤاد او الشابه المطحونه اللي بتبقى احجار بنجيبها وبنطحنها، هناخد منها ربع معلقه بس. اهم حاجه المقدار، على معلقتين من النشا ربع معلقه بالظبط من الشابه المطحونه او شاب الفؤاد المطحون، تمام. هننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم بالخل الابيض. الخل الابيض ما تخافوش جدا من الوصفه، حتى الناس اللي بشرتها حساسه، احنا بعد الوصفه دي هقول لك هتعملي ايه بالظبط، وهنعمل مع بعض تركيبه زيت حلو قوي. وكمان الوصفه دي مش مضره للبشره الحساسه، انا بشرتي حساسه وبستخدمها. هنجيب الخل الابيض، وطبعا لو عندك خل تفاح وما عندكش خل ابيض ممكن عادي جدا تحطي خل تفاح. ادي معلقه، ركزي معايا في المقدار، ادي اتنين معلقتين فقط من الخل الابيض، على معلقتين من النشا، على ربع معلقه من الشابه المطحونه، تمام. خلي بالك من المقدار كويس جدا، لا تزودي ولا تنقصي، تمام. هنبدا نقلبهم كويس قوي زي ما انت شايفه بالشكل ده، لحد ما المكونات تدوب معايا تماما مع الخل بتاعي بالشكل ده. اهو بقى القوام زي ما انت شايفه، اهو كريمي خالص. هتبداي ما نعملش بقى لا شمع ولا فتله ولا اي حاجه في وشنا، احنا عايزين نستمر على الوصفه دي علشان شعر وجهنا يتطاير وبشرتنا تفتح بدون ما نزيل شعر تماما. مش عايزاكي تزيلي شعر، ولا هقولك بعد ازاله الشعر استخدميها، لا ما تزيليش الشعر خالص خالص خالص. احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب بخاخ زي كده يكون فيه ميه دافيه على قد ما وجهك يستحملها، تمام تمام. هنبدا نعمل ايه؟ او لو مش ما عندكيش بخاخ ممكن عادي جدا بقطنه، وهتبداي ترشي الميه السخنه على وجهك بالبخاخ ده، وهتبداي تدلكي بالشكل ده، تمام. بعد ما دلكتيها هتبداي تنشفي وجهك، تمام كده. احنا فتحنا مسام الوجه بتاعنا، هنبدا ناخد الكريم ده وهنبدا ندلك بيه وجهنا بالشكل ده كده،
في كل مكان في وجهك. وخلي بالك الوصفه دي تنفع للجسم وتنفع للمنطقه الحساسه، يعني مش للوجه بس. تمام، هتبداي تدعكي تدلكي الكريم ده بالشكل ده اهو على كامل وجهك. تمام، وهتسيبيه على وجهك لمده 20 دقيقه بالظبط، هتسيبيه محطوط على وجهك. وبعد ما هتسيبيه 20 دقيقه على وجهك هتبداي تغسلي وجهك بالميه البارده اللي من الحنفيه مش من السخان. تمام، وبعد كده يا حبيبه قلبي هتبداي تغسليه بالميه البارده، هتستخدميها يومين فقط في الاسبوع، يومين فقط، يعني قولي مثلا اثنين وخميس، يومين متفرقين كده عن بعض هتبداي تستخدمي الماسك ده. هيخلي بشرتك فاتحه قوي، هيخلي مفيش اسمرار تماما، هيعجز نمو شعر وجهك والشعر هيبدا يتطاير. ومن اول مره هتبداي تلاحظي ان بدا شعر وجهك يخف خالص، بدا يبقى فيه تفتيح حلو قوي. طبعا النشا هيبدا ينشف لو هتسيبيه 20 دقيقه، تبداي تفركي بالشكل ده اهو كده اهو، قبل ما تغسلي وجهك تبداي تفركيه عكس اتجاه الشعر بالشكل ده، وبعد كده هتبداي تغسلي مكانه. الوصفه حلوه قوي يا بنات. دلوقتي انا هقول لكم على طريقه حلوه قوي، زيت هتستخدميه قبل ما تنامي تدهني بيه وجهك، هيتطاير برده الشعر وهيترطب بشرتك وهينعمها، علشان تصحي كده من النوم يبقى وشك زي البدر المنور، ما فيهوش اي حاجه خالص، ولا في اي تجاعيد ولا في اي حاجه. زيت بسيط جدا هقول لكم عليه، تحفه تحفه يا بنات، لتفتيح وتنعيم الوجه وبيديكي اشراقه، وكمان لازاله الناس اللي بتعاني من التجاعيد بيزلها التجاعيد على طول. وهقول لكم على الزيت ده، والزيت ده يا حبايب قلبي من الزيوت الفظيعه لازاله التجاعيد، لشد الوجه، لكمان لتنعيم الوجه. انا نفسي والله العظيم لما بدهنه على وشي كل يوم قبل ما انام، لما بصحى الصبح بلاقي وشي منور وبلاقي بشرتي رايقه كده وهاديه وحلوه. وكمان بتستخدمه كمان والدتي، وهو زيت جنين القمح يا بنات. زيت جنين القمح ده انا مش عايزاكي تستغني عنه في بيتك، لازم يكون موجود معاكي على طول في البيت، ورخيص يا بنات، وبتشتريه من اي عطار موجوده عندك قولي له زيت جنين القمح. زيت جنين القمح من الزيوت الفظيعه لشد التجاعيد ولتفتيح البشره ولنضاره البشره، بتزيل الخطوط الرفيعه اللي بتبقى ما بين تحت الشفايف وتحت العينين، بيزيل الانتفاخات اللي تحت العينين، بيزيل الهالات السوداء. بتاخدي منه معلقه صغننه، بتحاولي ان انت تدفيها تخليها دافيه شويه، وبعد كده تبداي تدهني بيها وجهك قبل ما تنامي، وتصحي الصبح تغسلي وجهك عادي. ده استخدميه كل يوم قبل ما تنامي لو انت حابه تخلي بشرتك نضره وجميله وما فيهاش اي حاجه. وده زي ما قلت يومين في الاسبوع. يا رب تكون الوصفه عجبتكم واستفدتم منها. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.